عليك. هلا ابو عبد الله، حياك الله. هلا منصور. البروفيسور عبد العزيز باللعبون. هلا وغلا. هلا. وش اللي بيدينا ذي؟ هذا جيولوجيه النفط والغاز في المملكه العربيه السعوديه. نعم. هل بوستر او هل جداريه هذه؟ إيه؟ تلخص جيولوجيه النفط في المملكه، الطبقات الصخريه من 542 مليون سنه الى حد الوقت الحاضر. كل طبقه لها اسم، كل طبقه فيها ما هل هي مصدر للنفط، هل هي مولدت النفط، كونت النفط، هل هي فيها غاز، هل فيها نفط، وبالتالي تبين كل طبقة محتواها من النفط والغاز. هذه حقول النفط والغاز في المنطقة الشرقية، هذه في الخليج العربي، هذه في المنطقة الوسطى جنوب الرياض، هذه في البحر الأحمر والمنطقة الشمالية. ماشي. ما شاء الله. وهذه حقول النفط في المملكة كلها. يعني الخريطة هذه تفصيل للمملكة، كتاب جيولوجي بترولي كامل يتلخص هذه الخريطة وهذه الخريطة. وهذا مقطع في المملكة من البحر الأحمر إلى الدرع العربي إلى الرف العربي إلى الخليج العربي. ما شاء الله. هذه الخريطة هي ملخص جيولوجي بترولي كامل عن بترول المملكة، وهي متيسرة لكل من يطلبها من عندي الساعة المباركة. الله يجزاك خير يا ابو عبد الله، سواء ورقيا او الكترونيا. الله يبيض وجهك. الساعة المباركة يا الله يبارك في ايامك. يجزاك خير يا ابو عبد الله. حياك الله. حياك الله.